الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب الاشاره والنص على ابي الحسن الرضا عليه السلام الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب حديث طويل مروي عن يزيد بن سليط الزيدي، وهذا الحديث يتضمن لقاءه بالإمام الصادق والإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وفيه النص على إمامة الإمام الكاظم وعلى امامة الامام الرضا وعلى امامة الامام الجواد عليه الصلاه والسلام. المقطع الاول الذي هو النص على امامة الامام الكاظم قد مر في الحلقه الماضيه. الان ننتقل الى المقطع الثاني الذي فيه النص على امامة الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وهو الذي يرتبط بهذا الباب. يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: وفيه يعني في الامام الكاظم اخرى خير من هذا كله. فقال له ابي وما هي بابي انت وامي. فقال يخرج الله عز وجل منه، يعني من الامام الكاظم، غوث هذه الامه وغياثها وعلمها ونورها وفضلها وحكمتها خير مولود وخير ناشئ يحقن الله عز وجل به الدماء ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث ويشعب به الصدع ويكسو به العاري ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف وينزل الله به القطر ويرحم به العباد خير كهل وخير ناشئ قوله حكم وصمته علم يبين للناس ما يختلفون فيه ويسود عشيرته من قبل اوان حلمه فقال له ابي بابي انت وامي وهل ولد قال نعم ومرت به سنون قال يزيد فجاءنا من لم نستطع معه كلاما. في هذا المقطع الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين بعض فضائل الامام الرضا، ويقول ان الامام الرضا فيه صفات، ولكن هناك صفه ان يقول ان الامام الكاظم هنا يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الإمام الكاظم عليه السلام فيه صفات قد ذكرناها فيما مضى، ولكن هناك صفة أخرى خير لهذه الأمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يُخرج من الإمام الكاظم الإمام الرضا، لماذا كان خيرا؟ لهذه الأمة. لأنه في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، كان هناك حكم المنصور، ثم حكم هارون. وبينهما حكم المهدي العباسي. يعني الإمام الكاظم في فترة إمامته كان أواخر عهد المنصور، ثم عهد المهدي ثم عهد هارون العباسي في عهد هارون العباسي كان هناك بطش شديد على اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لانه جميع الثورات قد خمدت واستقر الملك لبني العباس اكبر امبراطوريه على وجه الارض تجبى الضرائب من كل مكان بحيث انهم قالوا ان هارون نظر الى سحابه فقال امطري اينما شئت فخراجك الي وفي هذه الفتره سجن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام وتم التضييق على المؤمنين تضييقا شديدا حتى توفي الامام الكاظم عليه السلام في السجن مسمومه فلما مات هارون العباسي، حدث خلاف بين الأمين والمأمون، لأن هارون جعل الأمين هو ولي العهد، جعله ولي العهد، وجعل المأمون ولياً للعهد من بعد الأمين، لكن الأمين لما استقر به الامر واستقرت السلطه بيده خلع المامون ونصب ابنه لولايه العهد فالمامون لم يخضع لذلك وهيا جيشا من خراسان وخرج الى بغداد وقاتل الامين وقتله فاستولى على الامر لكن راى انه لا يتمكن من البقاء في بغداد لان بني العباس كانوا يرفضونه واهل بغداد وهذه المناطق ما كانوا يقبلونه فلذلك رجع الى خراسان وبقي بها سنين حوالي سبع سنوات هو في السلطه ولكنه كان في خراسان في مرو وفي هذه الفتره اجبر الامام الرضا عليه الصلاه والسلام على قبول ولايه العهد في هذه الفتره كانت فتره رخاء بالنسبه الى المؤمنين لماذا لان السلطه الغاشمه منشغله بحرب داخليه فما كان لهم الوقت والمجال ليلتفتوا الى الجهات الاخرى وأيضا لما صار الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وليًا للعهد، في هذه الفترة السلطة اضطرت أنه في الظاهر تسايس، ولذلك في هذه الفترة كانت فترة فرجٍ على المؤمنين، ولذا الإمام الصادق هنا يقول بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن الإمام الكاظم هو والد للإمام الرضا، والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام غوث هذه الأمة وغياثها، أما أنه غوث هذه الأمة لأن فرج هذه الأمة في تلك الفترة كان ببركة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لأن الغوث هو العون والنصرة بعد الشدة. مرة أنت تعين إنسان وهو ليس في شدة، تنصره وليس هو في شدة، هذا لا يقال له غوث، لكن إذا كان في شدة فنصرته، فهنا يقال له الغوث، الإمام الرضا: غوث هذه الأمة وغياثها. الكلمتان من مادة واحدة، لكن الفرق أن غوث مصدر، والغياث اسم مصدر، حسب ما قال بعض اللغويين، فهذا يكون تكرار للتأكيد. يخرج الله عز وجل منه يعني من الامام الكاظم يخرج الامام الرضا والامام الرضا من صفاته كان غوث هذه الامه وغياثها وعلمها العلم يعني الرايه والمراد انه قد نشات منه الفضائل التي جعلته مطمح انظار الناس، الأمة وعلمها العلم يجمع الجيش، الإمام الرضا هكذا جمع الأمة، ونورها وفضلها وحكمتها يعني نشأت منه الحكمة ونشأ منه الفضل ونشأت منه الهداية، النور بمعنى الهداية، خير مولود وخير ناشئ حينما ولد كان افضل مولود حينما نشا كان افضل ناشئ لان الامام افضل اهل زمانه سواء هو مولود او هو ناشئ او هو كاهل او هو شيخ على كل حال افضل الامه إلا إمام آخر إذا هو موجود في عصره فذلك الإمام قد يكون أفضل منه، مثلا الإمام الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، كانا معا إمامان. فالإمام الحسين أفضل هذه الأمة. لكن الإمام الحسن أفضل منه بالنسبة إلى سائر الناس. يحقن الله عز وجل به الدماء. ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث ويشعب به الصدع ويكسو به العاري ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف هذه من فوائد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى هذه الامه طبعا كل الامور بيد الله عز وجل لكن الله عز وجل يجري الامور عبر الاسباب إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لكن حكمته شاءت أن يجري الأمور بالأسباب. الله عز وجل خلق آدم من طين، من طين بقدرته صور تمثالاً ثم نفخ فيه من روحه فصار آدم. وعيسى عليه الصلاة والسلام مثله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لكن بالنسبة إلى سائر الناس باستثناء ادم وحواء وعيسى عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام، بالنسبة إلى سائر الناس الله سبحانه وتعالى يخلقهم عبر الآباء والأمهات، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق كل إنسان فجأة بدون أسباب. لكن حكمته هكذا وكذلك في سائر الامور. الله عز وجل حينما يريد يدبر امور هذا الكون هو يدبره وهو قادر على ان يدبره مباشره، لكن حكمته اقتضت ان يخلق ملائكه فيوكل اليهم التدبير، طبعا هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني يدبرون بامر الله وباذنه. وهكذا الله سبحانه وتعالى شاء النظم في هذا الكون، وشاء مشيئات مختلفة، هذه المشيئات المختلفة الله عز وجل يجريها عبر الإمام، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، وهو الذي يدبر، لكن جعل واسطة كما أن الله عز وجل هو قادر على قبض الأرواح لكن جعل عزرائيل واسطة وعزرائيل ينفذ امر الله وما له من قدرة فانما الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه اياها وهكذا بالنسبة الى الامام يحقن الله عز وجل به الدماء لان السياسة الحكيمة التي اتخذها الامام الرضا عليه الصلاة والسلام هذا من جهة من جهة اخرى حاجة المامون العباسي سبب أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يكون الواسطة في حقن دماء الأمة، في حفظ دمائها، يحقن الله عز وجل به الدماء، ويصلح به ويصلح به ذات البين، الخلافات التي كانت تحدث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أصلح بين الناس، ويلم به الشعث، الشعث شنو هو؟ ما تشتت من الأمور من الأمور التي تتشتت أفرض أنت عندك سبحة هذا الخرز السلك الذي يجمع الخرز إذا هذا السلك انقطع فهذه حبات السبحة تتفرق تتفرط هذا التشتت يسمى الشعث يلم به الشعث يعني ما تشتت من امور الدين والدنيا الله عز وجل يجمعها ولكن جعل الواسطه في ذلك الامام الرضا ويشعب به الصدع الشعب هو الالتيام الصدع هو التفرق يعني التفرق اللي صاير بين الناس بين المجتمعات ببركه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى يسبب التئام ذلك الشعب، ويكسو به العاري، يعني فضائله سواء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفق، أو إن الله سبحانه وتعالى يزيد في الرزق ببركة الإمام الرضا عليه السلام، ويكسو به العاري، ويشبع به الجائع، ويؤمن به الخائف. لان سياسه الامام الرضا سببت ان المؤمنين الذين كانوا في خوف في زمن هارون هؤلاء يشعرون بالامان ويكونون في امان او ان الله سبحانه وتعالى يؤمن السبل فالناس يشعرون بالامان ببركه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وينزل الله به القطر ويرحم به العباد المطر حينما ينزل هذا المطر خير لذا من اسماء المطر الغيث لانه يغيث الناس الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر لكن الله سبحانه وتعالى ببركه المؤمنين قد يزيد او بسبب الفاسقين قد الله سبحانه وتعالى يقطع فوجود الامام عليه الصلاه والسلام يكون سبب لان الله سبحانه وتعالى ينظر الى المؤمنين بعينا رحيمه فينزل عليهم القطر وينزل الله به القطر ويرحم به العباد لان وجود الامام سبب ان الله سبحانه وتعالى يرحم الناس كما ان وجود الانبياء سبب لان يرحم الله سبحانه وتعالى العباد. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. مع وجود الرسول صلى الله عليه واله في الناس الله عز وجل ما ينزل العذاب عليهم ببركه رسول الله محمد صلى الله عليه واله. وهكذا بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام، الله عز وجل ببركتهم يرحم العباد. خير كهل وخير ناشئ، الكهل بين الشباب والشيخوخة، البرزخ بين الشباب والشيب، الإنسان حينما يكبر يوصل إلى درجة الشباب، بعد ذلك عندما يتعدى الشباب هو ما صاير شايب، هذه الفترة بين الشباب وبين الشيب، الشيخوخة تسمى فترة الكهولة مثلاً بالنسبة إلى عيسى الله عز وجل يقول يكلم الناس في المهدي وكهلا هذه الفترة تبدأ من الثلاثين تقريبا إلى حدود الخمسين أو الخمسة والخمسين لذلك اللغويين فسروا الكهولة بمعاني مختلفة لكن هي مصاديق في الحقيقة مثلاً بعضهم قال إنها بين الثلاثين وإحدى وخمسين بعضهم قال بين ال... 34 إلى 51 البعض قال بين الثلاثين والأربعين هذا بيان لبعض المصادق وإلا المعنى ما بين البرزخ ما بين الشباب والشيء قوله حكم وصمته علم يعني الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم كلامه فصل الخطاب وحينما يصمت صمته أيضا علم لأن أحيانا الإنسان لا يعرف الجواب أو لا يعرف مسألة فيسكت وهذا طبعا فضيلة إذا أنا ما أعرف شيء أسكت أحاول أن أستمع للآخرين وأستفيد منهم أما بعض الناس فحينما يسأل هكذا يجيب أو يدلي بدلوه وهو جاهل في المسألة هذه من الرذائل إذا الإنسان كان جاهلا فعليه أن يصمت إذا سألوك عن شيء ولأنت لا تدري فقل لا أدري هذا أفضل من أن تجيب جوابا ليس بصحيح لكن ليس كل صمت عن جهل أحيانا الصمت عن حكمة وإذا مروا باللغو مروا كرامه هذا إذا صمت في حين ألاغوا وكان مرورا مرور الكرام هذا صمته علم ليس عن جهل إذا واحد يمر فتس فيه شتمه هذا ما أجابه وما دار لبال هذا عمله حكمة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قالوا سلامة يعني ليس فقط بالقول يقول سلامة لا هنا يعني فعلوا فعلة تقتضي سلامتهم من أولئك الجاهلين أحيانا قالوا سلامة بالصمت أحيانا بدعاء أحيانا بكلمة بموعظة هنا القول أعم من القول اللفظي أو الفعل لأن الفعل أيضا يطلق عليه قول مثل هذه الآية في مريم عليها السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي يعني شنو هي يعني نذرت الصوم صوم الصمت وكان مشروعا في شريعتهم وكان عليها أن لا تكلم أحدا فقولي يعني فأشيري بالإشارة بالإشارة أشيري إليهم بأنك صائمة صوت صم صوم الصمت الذي كان مشروعا في شريعتهم قبل ان ينسخ في الشريعه الاسلاميه. فالصمت من الحكيم ليس عن جهل وانما صمت عن علم او في محل التقيه يصمت صمته عن علم. فقوله حكم وصمته علم. يبين للناس ما يختلفون فيه. هو عالم ويبين للناس، لذلك تقرأ في الكتب ان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام كان يشترك في مناظرات التي يجتمع فيها كثير من المتكلمين واصحاب المذاهب والاديان، وكان يبين لهم الحق لانه من سياسه المامون العباسي كان يريد ان يوقع بالامام الرضا عليه الصلاه والسلام. فالامام كان يبطل اعماله وكان النتيجه تكون المامون كان يصير سبب لاظهار لظهور فضائل الامام الرضا عليه الصلاه والسلام من حيث كان يريد ان يضر بالامام. المامون العباسي من جمله الاشياء كان يشكل مجالس مناظرات. يجمع المتكلمين وأصحاب الديانات والمذاهب المختلفة وغرض الإيقاع بالإمام الرضا حتى يقولون كلام مثلا بزعمه الإمام الرضا لا يتمكن من جوابهم في مجلس عام ثم يبدأون بالتهريج أن الرضا سئل مسألة فلم يتمكن من الجواب عنها وكانت القضية تصير بالعكس كانت تبين فضل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما يختلفون فيه ويسود عشيرته من قبل اوان حلمه. احيانا تشوف واحد هو صبي لكن فضائله تسبب ان يكون سيدا لعشيرته، سيدا لجماعته. الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام عندما يسافر مثلا لحج لعمره والامام الرضا صغير هو سيد لاقربائه. لعلمه وفضله يسود عشيرته من قبل اوان حلمه يعني قبل بلوغه وليس المراد من قبل الاحتلام لانه في الاحاديث المعصومون عليهم الصلاه والسلام لا يحتلمون لان الاحتلام من لمه الشيطان كما في بعض الاحاديث الشيطان يقترب للانسان فيحتلم المعصومون عليهم الصلاة والسلام ليس للشيطان عليهم سبيل فلا يحتلمون فهذه العبارة من قبل أوان حلمه هذه اصطلاح يعني قبل البلوغ فقال له أبي بأبي أنت وأمي يعني والد يزيد ابن سليط راوي هذا الحديث قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهل ولد الإمام الكاظم موجود هذا نعرفه أنت الإمام الصادق أشرت عليه الآن ذكرت فضائل الإمام الرضا ابن الإمام الكاظم هل هو قد ولد قال نعم ومرت به سنون متولد ولد لا ولد والان عمره كم سنة طبعا المؤرخون بعضهم ذكر أن الإمام الرضا ولد في سنة 148، والبعض ذكر أنه ولد في سنة 153، ووفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هي في سنة 149. فهذا كلام المؤرخين، لكن هذا الكلام الذي يذكره المؤرخون لا يسند الى روايه انما كلام المؤرخين واحيانا يخطئون في تحديد وقت القضيه خاصه ان ميلاد الاطفال الصغار ولد في اي سنه ولد هذا امر ما كان يثير اهتمام الناس حتى يسجلوا ذلك الى إيه من هذا الشخص يصير شخصيه ويصير معروف زين يعني يسالون متى ولد اما وفاة الشخصيات عاده سنته معلومه ليش لانه شخصيه عندما يتوفى يكتب ذلك يسجل ذلك الان احنا مثلا احنا نستمع بان فلان من الشخصيات توفي يجي في الاخبار في مجالس الفاتحه في كذا يتبين انه هذا توفى في هذه السنه لكن الان الشخصيات الموجوده متى ميلادهم اذا يسالونا ما ندري ليش؟ لأنه يوم أن ولد هذا يوم ميلاده خب طفل ولد إنسان ولد، خب كل يوم يولد آلاف وعشرات الآلاف والملايين من الناس، هذا لا يثير اهتمام الناس أنه فلان ولد أو لم يولد، فلذلك الخطأ في تسجيل تاريخ الميلاد في سنة الميلاد في ذلك الوقت خاصة هامش الخطأ كبير لذا تشوف بعض المؤرخين قالوا 148 البعض الآخر قال 153 خمس سنوات الفرق والصحيح ما في هذا الحديث أنه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ولد في زمان الإمام الصادق ومرت عليه سنون يعني أقل تقدير في ثلاث سنوات لأن السنون جمع سنة على غير قياس وأقل الجمع ثلاث سنوات يعني أقل تقدير مئة ستة وأربعين يكون الميلاد قال نعم ومرت به سنون زين وصلنا إلى هذا المقدار فيقول يزيد راوي هذا الحديث فجاءنا من لم نستطع معه كلاما زين بعدين ننتقل إلى مقطع آخر من هذا الحديث الشريف هو كلام بين يزيد ابن سليط الزيدي وبين الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في مرة أخرى يعني مرة التقى بالإمام الصادق في طريق الحج ومرة التقى بالإمام الكاظم أيضا في طريق الحج هذه التتمة سنذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين